جمعية مغمورة بالاس بي اللي كترب جمعية الأصدقاء المستشفى بالاس بي. الدكتور حليم يمكن تعطينا بطاقة تعريفية على من هو الدكتور يونس حليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم يونس والنسب حليم، طبيب جراحة الأطفال، من مواليد مدينة سالا، أصل مدينة سالا. بالنسبة ليزيتيود ديالي، الدراسة ديالي كانت في طبيعة الحال في مدينة الرباط، في كلية الطب والصيدلة مدينة الرباط، وتلمدنا على أيادي مجموعة ديال الأساتذة اللي معروفين في ميدان الجراحة، جراحة الأطفال، منهم من قضى نحبه ومنهم من نشكره ونذكره دوما وندعو له، الله يجزيهم بخير. بالنسبة للالتحاق ديالي من بعد ما خديت التخصص ديالي في 2005، التحقت بمدينة أسفي سنة 2006، وكنت ديك الساعة الطبيب الوحيد اللي كاين في المصلحة، ومن 2006 وانا رئيس مصلحة جراحة الأطفال في مستشفى محمد الخامس حتى يومنا هذا. بالنسبة للجمعية او بالنسبة كنعرفوا حنا بان الدكتور حليم اضافة الى الوظيفة التقليدية كدكتور جراح داخل مستشفى محمد الخامس، كينشط داخل واحد الجمعية اللي هي معروفة في اسفي، معروفة في الوسط الجمعوي، اللي كتعرف بجمعية اصدقاء المستشفى. ايش يمكن تقول لنا على هذه الجمعية؟ هي فكرة خلق جمعية أصدقاء المستشفى جات بحال بديهية، جات فرضها الواقع، فرضوها الإكراهات اللي عندنا في المستشفى. كان في الأول، كنا قبل ما ننشئوا هذه الجمعية كنا كنتعاونوا بيناتنا مجموعة الأطباء، كنا كنتعاونوا، لأن ما كانش عندنا سكانر في المستشفى. كان إلا عندنا شي حالة مرضية مستعصية خاصة شي حوايج ما كاينينش في المستشفى، كنا كنتجمعوا بيناتنا وكنطلبوا بيناتنا شكون اللي كيعرف شي محسن يعيط عليه يصاوب لنا هذا، ولا يعني صاوب لنا هذا الوليد، هذا خصو تحليله هذا. لذلك فبشوية بشوية كوننا واحد الشبكة بيناتنا، شبكة اتصالات، كل واحد كيعرف شي محسنين باش كيجيو يعاونوا، كنعيطوا عليهم باش كيجيو. والناس اقترحوا علينا انه بهذيك الطريقه شويه بدائيه، ومن الاحسن نديروا جمعيه ويكون عندها واحد رصيد بنكي، حتى الا بغى شي حد يتبرع كاين الرصيد بنكي، وكتكون عندها مسائل قانونيه ديالها. ومن ثم بدات اونتر امي بيناتنا، بدات الجمعيه بشويه بشويه. من 2008 كنا اسسناها، والحمد لله بقات هذا الجمعيه كتكبر بشويه بشويه، وكتغير وكتزيد في النشاط ديالها، وكتكبر حتى في النشاط ديالها، حتى دابا الان الحمد لله معروفه على الصعيد الاقليمي والجهوي، وقدرنا اننا نديروا مشاريع مع وزاره الصحه ونزيدوا القدام بهذا الشيء، كل شيء لاجل تجويد الخدمات الصحيه في الاقليم وتحسين ولوج الخدمات بالنسبة للمرضى ومساعدتهم في قدر المستطاع. بالنسبة للدكتور حليم، الصفة داخل الجمعية، شنو هي الصفة ديالك داخل الجمعية؟ بالنسبة للصفة أو المركز ديالي داخل الجمعية، فأنا رئيس الجمعية، ومعايا المكتب المسير، كنتعاونوا كلنا، حنا ما كنتحسبوش أن هذا رئيس ولا هذا مستشار، كنا بحال وكنا إخوة، وكنجتمعوا في واحد الجو أخوي، وكنتعاونوا كلنا، اللي عنده شي حاجة باش كيفيد هاد الجمعية باش كيفيد هاد المواطنين، راه بزز منه كيشمر على الساعدين ديالو كيخدم. واش يمكن نقولوا الدكتور حليم بأن الجمعية جات باش كنعرفوا بأن قطاع الصحة كيعرفوا هاد الضغط اللي هو مويل كيتجاوز حين الأمور اللي في المستشفى، جات هذه الجمعيه باش ديروا هذه القيمه المضافه، نعم، باش تحيدوا هذا العيب الكبير اللي هو هذا هو كما قلت لك، بديهي ان دابا الجمعيات المشتغله في قطاع الصحه هذا هو العمل ديالها، انها تنقص داك الضغط اللي حاصل على المؤسسات الصحيه في
في الوطن كله. ولا تجي تشوف راه كاين جمعيات اصدقاء مستشفى، كاينه في اكادير، كاينه في الرباط، وهذه ديال كاينه في مكناس، وهذه ديال اسفي. هادو كلهم جمعيات كيخدموا باش يخفوا داك الضغط اللي كاين على المستشفى، من ناحيه خلق بعض المشاريع وتبنيها لاجل اصلاح ما يمكن اصلاحه في المستشفى، اليات، معدات، بنايات. وفي نفس الوقت كيعتنيو بالمرضى كاشخاص، يعني كاين البنيه التحتيه وهذا لو بلاطو تكنيك والتقنيه، وكاين هذا المجال الاخر هو المجال الشخصي، المجال الاجتماعي بالنسبه لهذا المواطنين والمرضى. لان الصحه كما تعرفها المنظمه العالميه للصحه، انها استانيتا دو بيانيتر، كتكون ان بيانيتر فيزيك مونتال اي سوسيال، كيكون الجسد والعقل والحاله الاجتماعيه. حتى الحاله الاجتماعيه حتى هي داخله في ان تكون عندك واحد الحاله صحيه جيده. بالنسبه للفضاء سي حليم، الفضاء اللي كتشتغل فيه الجمعيه واش كتشتغل داخل المستشفى وخارج المستشفى؟ نعم. وطبيعه الانشطه اللي كتقدمها الجمعيه، طبيعه التدخلات الطبيه اللي كتقدمها الجمعيه؟ هو المجال الصحي هو بحر اللي جيتي تخدم فيه. المجال الصحي بحر كما قلت لك، راه كتخدم حتى في المجال الاجتماعي، ماشي غير الجسدي ولا العقلي، حتى في المجال الاجتماعي. داكشي علاش الجمعيه ديالنا بما انها كاينه في المستشفى، فهي في الدرجه الاولى كتخدم مع المرضى الوافدين على المستشفى. اللي عنده شي مشكل في المستشفى، ولوج الخدمات وصعوبه الولوج الخدمات، صعوبه اجراء بعض التحاليل وبعض الاجراءات اللي ما كاينينش في المستشفى، حنا اللي كندخلو، حنا اللي كنمشيو نشوفو ليهم، كنعاونهم باش يصاوبوها. كيكون ما كاين، الله يحسن العوان، الناس عندهم الرميد، الا خرجتي من الرميد خرجتي من المستشفى ما كيبقى يسوى والو، ما كاينش في الحال حاليا، ما كاينش شي علاقه بالبريفي بهذا. وكاين عاوتاني عندنا المشكل ديال الناس اللي كيكونوا متبعين هنا وكيوليو متبعين في مراكز استشفائيه جامعيه. كاين الناس عندهم امراض مستعصيه، امراض السرطان، مرضى السرطان باغ اكزومبل عندنا شويه صعيبه البريزون شارج ديالهم، ساكن كيعاني وشي شويه كيخصو يجي يدير هنا التحاليل وعاد يمشي لتما، وعندو دي رونديفو ما خصوش يفلتهم، خصو يدير السكانير قبل ما يمشي ما يوصل لعندهم. كيجي كيقول لك راه ما عنديش باش نصاوبو، طلبوه مني نهار اثنين ديه ليهم. خصك تدخل ديك الساعه باش تقاد لي هادشي. هذا من ناحيه الخدمه مع المرضى في المستشفى داخل المستشفى. اما خارج المستشفى فكنقوموا عندنا شراكات مع مجموعه ديال الشركاء في المجتمع المدني ومع مستوصفات صحيه في الاقليم، اللي كنمشيو عندهم بصفه دوريه، كنديروا عندهم حملات توعيه، حملات طبيه بالنسبه للنساء الحوامل، كنمشيو كنشوفوا الاطباء الاختصاصيين، وكنديهم واحد المركز صحي كيجمعوا لينا العيالات اللي عندهم متبعين على الحمل باغ اكزومبل، متبعين على الحمل، وكنجمعوهم في ديك الوقيته باش ما يجيوش حتى يجيو للمستشفى وتسناو النوبه وتسناو واحد. حنا كنقربوا منهم الخدمات لهذيك البلاصه اللي هما فيها باش ما كيبقاوش يديروا واحد الضغط عاوتاني على المستشفى. وكنحاولوا هكذا نخدموا بزاف ديال الاختصاصيين كل مره في مركز صحي. ومن غير هذا الشيء كاين الحملات الطبيه اللي كتقوم بها الجمعيه بشراكه مع جمعيات لوكال في داك البلايص في الاقليم ديال اسفي، كيجيو عندنا وكنقوموا معاهم بهذيك الحملات. الحاجه اللي بغيت نضيف ان هنا في بما اننا حنا في السبيطار، بما انني خدمتي انايا جراحه الاطفال، فكنستغل هاد الحرفه اللي عندي باش ندير حملات ديال الختان في الجمعيه. كيجيو الوليدات اللي ما عندهمش، الناس اللي ما عندهمش محتاجين،
كنقيدوهم كنديروا لهم التحليله وكنجمعوهم كندير لهم حملات دوريه في العام كله. هذه العام كله على صعيد السنه كلها كيجيو كيتقيدوا عندنا وكنبقاو نديرهم باش كنخفضوا العدد ديالهم وكننقصوا الاخطار ديال الطهاره اللي كتوقع عند وليدات الصغار اللي كتشوفوا بعض المرات في شي حملات كيوقعوا مشاكل ومشاكل. دونك كنحاولوا نقصوا من داك من النسبه ديال داك الاخطار الناتجه عن الاعذار. كاين الدعم المعنوي كاين الدعم المعنوي هو الاساس اللي بدينا عليه في الجمعيه. الدعم كيكون الدعم بين الافراد بيناتنا بين مع ناس محسنين. مره كيعطيونا شي بركه، بعد مرات ما كيعطيوكش. اما الدعم بالنسبه للدوله فاحنا ما دفعنا دي دوموند لهذا ولكن ما جاناش شي دعم حتى لحد الان. ما جاناش شي دعم بالنسبه للمجالس المنتخبه. لا ما كاينش الدعم، كاين غير الناس اللي عنده شي. كاين بعض الناس كتجي وقت الزكاه كيجي مسكين الزكاه ديالو كيحطها كيقول لك ها الزكاه ديالي بغيتها تمشي في هذا الاتجاه، هذاك الاتجاه ديال المرضى. ما بغيتش تمشي في اتجاه انك تصاوب هذه ولا تصاوب هذه، بغيتها تجي في اتجاه المرضى. بالنسبه لوزاره الصحه انتم حنا شركاء لوزاره الصحه في مجموعه ديال شركاء الوطنيه. حنا عندنا شراكه مع المستشفى، مع المستشفى ودرنا خدينا مشاريع بالنسبه في اطار الـ NDH في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كنا شرينا حاضنات، ثلاثه ديال الحاضنات بالنسبه للموارد الجدد، سيرفيس الموارد الجدد. كنا درنا مشروع صباغه ديال المستشفى، ومن غير الـ NDH كنديروا حنا بوحدنا قسم خاص بقسم الاطفال. قسم الاطفال هذاك درناه ولكن ماشي في اطار المبادره الوطنيه، درنا هذيك المبادره ديال الجمعيه. مشينا شفنا الناس يساعدونا، قلبنا عليهم وعاونونا باش صبغنا قسم جراحه الاطفال. وهاد مره كتكون شي حاجه في شي سيرفيس خاص لي غيدو في هاد السيرفيس صوبناهم، خاص قسم الولاده. شحال مره كان عندنا تدخل قبل ما يتعاود، دابا كنا كنتدخلوا اشاك فوا باش نحاولوا نعاونوا شي شويه. وكنا كل مره كنقلبوا على الموارد باش نصاوبوا هذاك، ماشي باش تكون عندنا بالنسبه للمساعده ديال المجالس المنتخبه. باقي ما كاينش شي حاجه كونكريت. بالنسبه للعنصر البشري المكون للناس اللي كيشتغلوا في الجمعيه، واش كتفصلوا الاطر ديال وزاره الصحه والاطر اللي كتشتغل في القطاع، ولا عندكم فاعلين خارج القطاع الصحي؟ هي حنا حرصنا على ان ما يكونش فاعلين غير قطاع الصحه، لان اي جمعيه باش تنجح ما خصهاش تكون غير الناس ديال الصحه. لا بدا، لان من فتحه على العالم الخارجي خص يكون عندك ناس من خارج المستشفى اللي كيعاونونا. كاينين عندنا. بغينا نهضروا على واحد المحطه اخرى اللي هي مؤخرا تحدث هنا عن الائتلاف المغربي للصحه، واللي كيجمع مجموعه من الجمعيات ديال القطاع الصحي والاخرين. اش يمكن يقول لنا الدكتور حليم عن الائتلاف المغربي للصحه اللي هو مولود جديد في اسيا؟ بالنسبه للائتلاف المغربي للصحه هو مولود جديد، يلاه كوناه مؤخرا. هو نتيجه ديال ولا فرضاته الوقت، فرضاته تغيرات الراهنه، وفرضاته وجوب تشبيك الجمعيات. ان علاش باش ندير واحد التضافر ديال الجهود ديال الجمعيات؟ بعض المرات كيجيك شي مشروع ما تقدرش جمعيه وحده ما تقدرش تحملوا جمعيه اخرى وحده، خاص بزاف ديال الجمعيات كيتالفوا بيناتهم باش يتعاونوا باش يقدروا يديروا واحد المشروع اللي كبير ويكون عنده واحد القيمه مزيانه، وما يبقاوش داك التشتت الجهود بين هاد الجمعيه دير شي شويه وهاد دير شي شويه وهاد دير شي شويه. واللي درنا داكشي درنا هاد الائتلاف باش نديروا مشاريع تكون قيمه
ويكون عندك واحد الوزن باش تقدر تعطي اقتراحات في هذا الميدان الصحي بالنسبه للاقليم، وتقدر يتسمع صوتك وتقدر تفيد هذا المجال الصحي بالنسبه للمواطنين ديال مدينه اسفي، وكل شيء للصالح العام. كنعرفو سي حليم أن القطاع ديال الصحة هو قطاع اللي هو مهم، مجموعة من المشاكل، كيفاش يمكن نقولو أن الدكتور حليم كيقدر يوفق ما بين العمل الجمعوي والعمل المهني اللي هو عمل طبي صافي والعمل اللي هو مواطني ومهم؟ مسألة تعود هي مسألة تعود، تعودتي على شي حاجة ودخلتيها في البرنامج ديالك راه غديرها كل، تعودتي عليها كل نهار تدخلها في البرنامج ديالك راه تقدر تغلب عليها وتقدر تخدمها. هو شويه العمل الجمعوي كيحتاج تضحية. كاين الناس اللي متفرغين توتالمون العمل الجمعوي هذوك بحال خدمتهم هذيك، ولكن حنا كنحاولوا نوفقوا هكذا والحمد لله ما كاينش مشكل، لاننا كنخدموا داخل المستشفى وباقين في المستشفى، يعني ما كتخرجش على الاطار ديال الشغل ديالك، البلاصه ديال الشغل ديالك ما تخرجش عليها الا في بعض الحملات. الحملات كيكونوا في السبت والحد، كنديرهم في السبت والحد، والحملات ديال الاعذار تيكونوا هنايا، يعني ما كاينش واحد الغياب، كتولي بالعكس كتولي حاضر اكثر من الاول، ماشي كتمشي كتنعس في الدار ولا شي حاجه، كتلقاك ديما في السبيطار، كاين واحد الحاله، كاين حاله هنا، كاين حاله هنا، ديما كتكون في بلاصه ديال الخدمه ديالك. هذا هو لافونتاج ديال انك كتخدم عمل جمعوي في الميدان ديالك، ما كتمشيش لشي ميدان اخر، وكتعطي فيه احسن من اي واحد اخر اللي ما كيعرفش. هذه النقطه يجب اثارتها، ان الناس اللي كيخدموا في الميدان ديال الصحه خصهم يكونوا واعيين، خصو يكون خدام، خصو كيعرف التشخيص اولا، خصو يكون كيعرف التشخيص، لان راه كيجي عندك شي واحد حامل واحد التشخيص ما كاينش، كيعطيك معلومات خاطئه، تيعطيك وثائق خاطئه، خاصك تعرف تميز. ملي كتميز ان هذاك لا، هذاك راه ماشي حاله، هذاك الشهاده هذا راه غير حيت كاين الناس اللي كتجي كيبغي يضللك التضليل، ولكن كتعرفو مسكين اللي ما عارفش ما عندوش في هذا الميدان راه كيمشي معاه هنا وهنا وهنا وهنا، وفي الاخر ما كيقضي حتى شي غلط. دونك في هاد الجمعيات المتخصصه في المغرب كيخص يكون فيها متخصص في الميدان باش كتكون الحلول، باش كتكون قريب للحلول. سي حليم، بالنسبه للفريق الدعم المالي اللي هضرنا عليه، شنو النداءات اللي ممكن توجهوا مثلا للمجتمع المدني، للفاعلين السياسيين، للفاعلين الاقتصاديين في المدن، قياسا بحجم الاعمال اللي كتقوم بها جمعيه زياره المستشفى اللي هي جمعيه معروفه في اسفي؟ احنا الا شافوا بالنسبه ل قياسا مثلا بالحصيله اللي تسجلوها. هادشي حنا كنطالبوا من الناس لي نوطابل ديال المدينه والناس ديال المجالس المنتخبه والمسؤولين، انهم يشوفوا راه بين الجمعيه اللي كتخدم والجمعيه اللي ما كتخدمش، كاين اللي كتاخذ الدعم وما كتخدمش، وكاين اللي كتخدم وما كاين. دابا ما كيتسحبوش جمعيه اصدقاء المستشفى عندها الفلوس، ما عندهاش الفلوس، راه خدامين بالعلاقات العامه وبالريزو الشبكه، ماشي باش خدامين. احسن خدمه عندك تكون عندك هي الشبكه، يكون عندك الريزو فين تصيفط هذا وفين دير هذا، وهذا يصاوب لك وهذا يصاوب، راه كتقدر تقضي بزاف الاغراض بلا ما تخسر الفلوس بزاف. كانت عندك شبكه مزيانه كتقدر، وهاد الشبكه باش باش كتدير، راه الثقه بين المتبادل، ملي كتكون انت خدام مزيان ومعقول كتكون الثقه، وكيكون كيثقوا فيك الناس، وكتولي خدام في الشبكه ديالك كتكون مزيانه وشاده، ماشي كتكون هذا. داكشي علاش كنطلبوا منهم انه الا دقينا بابهم يراعيوا لينا ويعاونونا شي شويه. الحمد لله حنايا راه ما عندناش في العناصر اللي عندنا في المكتب، الحمد لله ما كاينش فيهم شي واحد اللي خايب اولا معروف عليه عنده هادي ولا عنده هادي ولا عنده هادي، كلهم ناس نقيين، كلهم ناس مزيانين، حنا اللي عازلينهم، حنا اللي مقادينهم باش ما نوقعوش في الاخطاء اللي كتوقعوا فيها بعض الجمعيات وكيكونوا مشاكل. نقدم الشكر الجزيل للدكتور يونس حليم، وكلمه اخيره. كلمه ما كاينش كلمه اخيره، حنا مازال عندنا
بالنسبه للقاء ماشي بالنسبه للعمل الجماعي. حنا مازال الحمد لله خدامين، ومازال كنتوقعوا اننا في اطار الائتلاف المغربي للصحه اللي عاد تكون وانا الرئيس ديالو، اننا نلقاو لساننا واننا نزيدوا لقدام وتسمعوا لنا اخبار مزيانه وكل شيء لاجل صلاح هذا الميدان الصحي بالنسبه لاقليم اسيفي. ونتمنوا اشعاع اكثر وامكانيات اكثر باش نعطيو اكثر. شكرا. مبغيش كثر عليك بزاف ما راه كاين.